السلام عليكم ورحمة الله طلبتنا الأعزاء. الفيديو هذا يوضح الكالكوليشنز الملحقة باللاب 3 والهدف من عنده إيجاد distances of image from the retina. مكان تكون الصورة لشخص مصاب بالمايوبيا، وأين تقع هذه الصورة نسبة إلى الشبكية. الكالكوليشنز We aim to calculate the distance at which the image of the scene line يعني الآخر خط تم مشاهدته حسب الشروط اللي تم توضيحها بالمختبر على السنالون شارت. صورة هذا اللاين وين راح تتكون لي كنسبة إلى الشبكية أو نسبة إلى الشبكية. هذا راح يكون لشخص مفحوص for examined person in case that his visual acuity of seeing far objects is less than that for a normal. Step 1. Each student will be given a certain line. يعني راح يكلف كل طالب بإجراء الكالكوليشنز الحالية لمريض معين. بيانات هذا المريض أو معلومات راح تعطى أولاً على المعلومة الأولى هي آخر لاين تم مشاهدته من قبل هذا البيشنت حسب الشروط اللي تعلمناها، وهذا اللاين مؤكد راح يكون على السنالون شارت that can be seen by a patient، وهذا راح يعطى على شكل رقم. مثل ما تعرفون أنه اللاين الأول اللي موجود بحرف E الأكبر حجما راح يكون نمبر 1، تحته راح يكون نمبر 2 و 3 و 4 وهكذا. And the prescribed lens for him by the optometrist، وش قد قوة الدايوبتر سترينث اللي تم وصفها من قبل أخصائي النظارات لهذا البيشنت. إذا معلومتين راح تعطى وعلى أساسها راح نسوي الكالكوليشنز. هنا مثال على التكليفات أو الواجبات اللي راح تحدد لكل طالب. فنشوف أبو الفضل حسين تم إعطاء بيشنت استطاع أن يرى كحد أقصى لاين 5، وكانت الكوركشن لينز كأوبتيمترست يعني المعطاة من قبل الأوبتيمترست هي ماينس 0.7. فإذا patient استطاع أن يرى آخر خط line 5 والcorrecting lens كانت الدايوبتر strength بالنسبة لها ماينس 0.7، وهكذا بقية الطلبة. أكو تكليفات ب patients آخرين وقيمهم تختلف. ناخذ example واللي راح تحلون على غراره، انه اذا كان انتي بيشنت كان اخر لاين باستطاعته ان يرى بدقه كان لاين 6، والاوبتيمترست وصف له correcting lens diopter strength for which minus 0.4. اول شيء راح نسوي انه نروح على السنالون شارت ونشوف لاين 6 شنو البيانات اللي ممكن يخدمني بيها خاطر استخدمها بالحلول. فنشوف على اقصى اليسار عندي الأكيوتي فيجن على شكل فراكشن بس بوحدات الفيت، فنشوف 20/30. وعلى اليمين عندي الديستانس اللي باستطاعت الشخص النورمال انه يشوف لاين 6 لكن كفراكشن بالفيت اوفر متر. فكأنما النورمال بيرسون باستطاعته انه يشوف هذا اللاين اللي هو نمبر 6 من مسافة 30 فيت او من مسافة 9.14 متر. بعض السنالون شارت راح تعتبر المقام بالنسبة لهذا الكسر 9، لكن هنا لدقة التحويل من 30 فيت الى وحدات المتر طلع لي 9.14. هنا التحويل الادق من 30 إلى الميتر يطلع 9.14. فكل واحد بيكم راح يكتب لنفسه الأسئلة اللي راح تمر بينا ويحلها للبيشنس اللي طيناه إياه بالجداول السابقة. فquestion 1 What is his visual acuity in the form of feet distances؟ احنا مطينا لمثالنا هذا line 6، فما هي ال visual acuity كفراكشن بوحدات الفيت؟ ف ناخذها من السنالون شارت. الانسر it is 20/30. question number 2 What is the metric form for his visual acuity؟
المتريك فورم للفيجوال اكويتي هم المفروض انه يكون كسر، فيتكون من المسافة الحالية اللي جاي يشوف بيها الشخص المفحوص، وبالمقام المسافة الحالي المسافة اللي يستطيع الشخص النورمال انه يشوف بيها نفس اللاين. فعلى سنولن شارت المسافة اللي يستطيع انه النورمال بيرسون انه يشوف اللاين 6 هي 9.14. فإما تكتبون 6 over 9 أو 6 over 9.14. نجي على question 3 اللي هو السؤال الأهم واللي يحل لنا المحور الأساسي اللي يحمل عنوان calculations، أنه find the distance that separate the formed image from the retina. ما هي المسافة اللي تفصل الصورة المتكونة في داخل العين عن الشبكية؟ فتبدأ الكالكوليشنز بالنسبة لنا بالقانون اللي مر بيكم بالمحاضرة النظرية، أنه الدايوبتر سترينث للعين بوجود الجلاسز لهذا الشخص تساوي الدايوبتر سترينث للعين قبل ارتداء النظارات plus the diopter strength of the glasses، اللي هي الدايوبتر سترينث للعدسات اللي تم وصفها من قبل الأوبتيمترس. فإحنا طالما أنه الأوبتيمترست يحاول أنه يرجع لهذا الشخص المصاب بالمايوبيا يرجع للفيجوال أكيوتي تو نورمال، فإحنا نعرف بالنسبة للفار أوبجكس النورمال دايوبتر سترينث هي 50 دايوبتر، وتساوي لي البي وذاوت جلاسز إحنا نريد نعرفها بلاس دي دايوبتر سترينث prescribed for this person or for this patient. فإذا دايوبتر سترينث قبل ارتداء العدسات راح تساوي لي 50.4 دايوبتر. نطبق قانون العدسات للفار اوبجكتس ونحط بدال ال 1 over F بالنسبة للفار اوبجكتس ال 50.4، ونحط بدال مكان الصورة الخارجية اللي هي P far نحط المسافة اللي تفصل الشخص المفحوص عن السنان شارت اللي هي 6 meters، واحنا نريد نعرف الكيو اللي هي مكان تكون الصورة من العدسات بعدنا ما وصلنا الى الى احتساب مكان تكون الصورة من الرتينة. فاذا 1 over Q راح تساوي لي تحويل الارقام من طرف الى طرف اخر، والكيو راح تساوي لي 0.0199 in meter. احنا ايش طالبين ايجاد المسافة التي تفصل الصورة المتكونة عن الشبكية، وراح نرمز لها بالرمز S. The distance between the image and the retina S is راح تكون بطرح مكان تكون الصورة من العدسات اللي هو الـ Q من المسافة الكلية اللي تفصل العدسات عن الشبكية اللي أخذناها في كل حساباتنا السابقة 0.02، فراح تطلع لي بوحدات المليمتر 0.1 مليمتر، وهاي نتيجة مدهشة تخلينا نتخيل أنه 1/10 من المليمتر تفصل لي الصورة المتكونة عن الشبكية كفيلة بأن تجعل الشخص يرتدي عدسات مصححة للنظر. فإذا كل واحد بيكم يرجع إلى جدول التكليفات ياخذ number of line بالنسبه للبيشنت المكلف به، ياخذ الكوركتنج لينز الخاصه بهذا البيشنت، ويبدا يكتب question 1 ويجاوب عليه، ويكتب question 2 ايضا يجاوب عليه، ويكتب question 3 ويتبع نفس الخطوات اللي شرحناها لايجاد المسافه اللي تفصل الصوره المتكونه عن الشبكيه. وشكرا.